أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة معلومة تهمك. يعتقد بعض الناس أن تقديم معلومات خاطئة فيما يخص بلدهم الأصلي يساعدهم أكثر في الحصول على حق اللجوء في أوروبا، فهل هذا صحيح؟ لكل دولة أوروبية قائمة خاصة بها تشمل الدول التي تعتبرها تلك الدولة الأوروبية دولاً آمنة، فطالب اللجوء الذين ينحدرون من الدول الآمنة لا يحصلون غالباً على حق اللجوء أو أي نوع من أنواع الحماية. ففي ألمانيا مثلاً تعتبر كل من السنغال وغانا ودول البلقان دولاً آمنة. تقوم ألمانيا بتقييم البلدان الأصلية لطالبي اللجوء على أساس كل حالة على حدة، وتعتبر بعض البلدان آمنة جزئياً في بعض مناطقها، ولا يحصل العديد من طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس على حق اللجوء، كما هو الحال بالنسبة لطالبي اللجوء من بعض المناطق الآمنة في أفغانستان والعراق. بمعنى آخر، إذا أتيت من إحدى هذه المناطق الآمنة فلن تتم الموافقة على طلبك للجوء، وسيتم ترحيلك مرة أخرى إلى بلدك الأصلي. لكن نذكر مرة أخرى أنه يتم التعامل مع كل ملف على حدة. بعض طالبي اللجوء من البلدان الآمنة يقدمون أنفسهم على أنهم من بلدان أخرى، لكن محاولة تزوير الشخصية من خلال الادعاء بأن بلدك الأصلي هو منطقة حرب كسوريا مثلاً لن تجدي نفعاً، لأن موظفي دوائر الهجرة واللجوء في البلدان الأوروبية مدربون جيداً على تحديد البلدان الأصلية لطالبي اللجوء. ومن أجل معرفة ذلك تقوم السلطات بالتواصل مع حكومات أخرى، كما تقوم بتحليل السمات الشخصية كالاسم واللهجة والقصة. شاركونا بالتعليقات تحت هذا الفيديو وسنحاول الإجابة على أسئلتكم في الحلقات المقبلة.